ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن ساعتين قال أحدهما إني أراني أبصر خمرا قال الآخر إني أراني أخمم فوق رأسي خبزا تعقل وطير من ذنب أنا بتعويله إن نراك من المفسدين قال لا يعطيكما طعام ترزقانه إلا نبعتكما بتعويله إلا نبعتكما بتعبيره قبل أن يعطيكما ذلكما مما علمتني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون